حضراتكم تاني، وكنا بنتكلم من شوية عن مؤتمر الأديان العالمي ودور كبير الحقيقة بيعول عليه للتعريف بحقيقة الإسلام ومقومات السلام أيضا في الأديان السماوية بصفة عامة وخاصة في الدين الإسلامي الحنيف. فبالفعل وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين للعاصمة الألمانية برلين لحضور فعاليات هذا المؤتمر في إطار زيارة لعدة أيام بدعوة من رئيس البوندستاج الألماني، وبيحضر خلالها هذا المؤتمر العالمي عن السلام في الأديان. الأزهر الشريف ذكر في بيان له أنه برنامج طيب لألمانيا بيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المكثفة ولقاء عدد من الوزراء والمسؤولين الألمان ورئيس البرلمان الألماني نوربرت لامبرت، ومن المقرر أنه يلقي خطابا عالميا إلى الغرب من البوندستاج الألماني. وتتضمن الزيارة مشاركة فضيلته في مؤتمر مقومات السلام في الأديان اللي بيقام تحت عنوان السلام عليكم بمدينة مونستر، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الألمانية الأوسع انتشارا وعدد من النواب وممثلين عن الطوائف الدينية وبعض العلماء والباحثين. وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار جهود فضيلته من أجل نشر السلام في كافة المجتمعات وبناء حوار حضاري بين الشرق والغرب يقوم على احترام وتقبل الآخر. في حوار عن هذا الموضوع النهاردة في هذا الصباح ولقاء مع أحد الضيوف نتكلم تفصيليا عن هذه الزيارة المرتقبة وأهم ما يجب أن يكون فيها. حقيقة في تحديات كبير بتواجهنا وبيكون في مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسات الدينية تحديدا. من هذه التحديات هي تعميق ثقافة الانتماء لدى المواطن وربطها بما تحث عليه أيضا الأديان السماوية. في هذا الإطار أعلن وكيل الأزهر الشريف دكتور عباس شومان أنه حيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق حملة دعوية لترسيخ هذا الانتماء بين الطلاب في مختلف المحافظات من خلال تسيير قوافل دعوية بالمدارس تتناول أهمية الحفاظ على الوطن وحسن استثمار مقدراته والتركيز على دور التلاميذ في إشاعة روح المودة والرحمة والتعاون وتقوية وتعزيز روح الانتماء بالصفة. شدد شومان على أهمية أن نغرس في نفوس أبنائنا حب العلم والنبوغ فيه وننمي فيهم حب العمل من أجل خير البلاد والشعب وتقديم المساعدة للمحتاجين وحماية ممتلكات هذا الوطن وثرواته من أي عبث أو فساد، لافتا إلى أنه مثل هذه القيم النبيلة تعبر عن الانتماء الحقيقي لمصر وترجمة صادقة للولاء والحب الذي تكنه القلوب للوطن. أكد وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي من خلال لقاء مع وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر على استخدام التاكسي النهري للمحطات الحالية في نهر النيل التابعة لهيئة النقل العام واللي خاضعة بالتأكيد لاستخدام الأتوبيس النهري. المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم صرح أنه رئيسي هيئتي النقل النهري والنقل العام حيتفقوا على آلية لتنفيذ الاتفاق وتطوير المحطات الحالية حتى تستوعب الأتوبيس والتاكسي معا. احنا عارفين أن كان في أتوبيس نهري حيضاف إليه بعد كده التاكسي النهري، فالمفروض أنه يبقى فيه طبعا بروتوكول أو تعاون أو تنسيق بين الوزارتين. وأشار إلى أنه هيئة النقل العام بتمتلك العديد من المحطات في نهر النيل على امتداد محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة، وأنه تشغيل التاكسي النهري وانتشاره على مستوى الجمهورية يأتي في إطار تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نهر النيل والاستثمار فيه سواء في نقل الركاب أو البضائع للمساهمة في حل أزمة المواصلات والتخفيف عن الطرق المصرية. تابعنا مؤخرا قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار ل 4.5 دولار للوحدة، وفي إشادة من قبل رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بهذا القرار، ونوه إلى أنه حيحقق منفعة اقتصادية كبيرة للصناعات المصرية كافة، وأكد كذلك أنه حيساعد الصناعات المحلية على العودة للإنتاج والمنافسة من جديد.
رئيس اتحاد الصناعات جمال الجرحي أشار في مؤتمر صحفي أنه صناعة الصلب كثيفة الاستخدام للطاقة، وانخفاض تكلفة الغاز بيضمن التشغيل الكامل لمصانع الصلب خلال 3 أشهر من الآن عقب توقف البعض منها عن العمل، كما أن بعضها كان يعمل بحوالي 20% من طاقتها، ما نتج عنه خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بلغت 3 مليارات جنيه. ونوه بأن هذا القرار سيساعد خلال الفترة القادمة على زيادة كميات الحديد والصلب المنتجة محليا، ما يخفض سعر طن الحديد ليستفيد منه المستهلك المصري، كما أنه سيحقق فائض إنتاج يسمح بفتح باب التصدير للخارج والتنافس العالمي. شهد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أمس حفل تدشين المرحلة الأولى لربط شبكات بنوك الدم إلكترونيا ضمن الحملة القومية مصر خالية من فيروس سي بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأكد وزير الصحة أنه ما كانت بنوك الدم يعد شيء أساسي في تطوير المنظومة الصحية، وأضاف أنه بيتم حاليا ما كانت أقسام الرعاية المركزة والحضانات، وأنه سيتم الانتهاء من ذلك في غضون شهر واحد بالقاهرة. من ضمن الأكد عليه وزير الصحة أن في تطور إيجابي في الشكل اللي بيتم من خلاله مواجهة فيروس سي، أصبح ده بيتم بشكل مؤسسي وليس عشوائي من خلال رصد المرض وتوفير الدواء مع تخفيض سعره. وأشار دكتور أحمد عماد إلى أن مصر صدرت لدول أفريقيا صدرت لها برنامجها لمكافحة الفيروس، وده بيعتبر أكبر دليل على نجاح البرنامج المصري لمكافحة فيروس سي. من جانبه المهندس طارق سعد رئيس تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة والسكان قال إن المشروع هو أحد أهم مشروعات تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطوير المؤسسات الصحية، وإن الهدف منه هو توفير دم آمن للمصريين بمختلف شرائح. يفتتح اليوم سفير مصر في واشنطن السفير ياسر رضا معرض الآثار المصرية الفرعونية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، اللي هيستمر حتى يوم 12 يونيو القادم. وبينظم المعرض متحف كليفلاند للفنون بالتعاون مع المتحف البريطاني تحت عنوان الفرعون ملك مصر القديمة. الافتتاح في إطار الجولات اللي بيعتزم المسؤولين القيام بها في هذه الفترة للتواصل مع كافة شرائح المجتمع الأمريكي لشرح التطورات اللي بتشهدها مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وأفق أيضا متمثل في تشجيع السياحة لمصر. مدير متحف كليفلاند ذكر بأنه من المتوقع أن يزور المعرض عشرات الآلاف من الأمريكيين والأجانب بصفة عامة، وأضاف أن بالتأكيد ده بيعكس ما سيسهم به المعرض في إلقاء الضوء على الحضارة المصرية وتشجيع واستثمار السياحة في مصر. صرحت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن مصر استعادت 3 قطع أثرية هامة جدا من بريطانيا وألمانيا، وإحنا عارفين أن دي قضية يعني بقالها سنين طويلة جدا، مش بس القطع الأثرية دي، فكرة أنه لينا قطع أثرية موجودة في أماكن مختلفة من العالم، وفي مفاوضات دائمة ما بين وزارة الأثار وما بين الدول المالكة لهذه القطع أو اللي هي القطع دي موجودة على أرضها لاستعادتها. المهم أنه السفيرة أشارت إلى أنه اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والأثار أثبتت أنه القطع تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتم استردادها فعليا من بريطانيا، بالإضافة لقطعتين مستردتين من ألمانيا بتمثل القطعة الأولى منها تمثال نادر من العاج، والقطعة الثانية تمثل إناء حجر يعود إلى عصور ما قبل الأسرات. دي بتكون أيضا فرصة أن يكون في مناجدة دايما من قبل وزارة الخارجية المصرية بمختلف دول العالم للعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تداول ونقل واستيراد أو إعادة تصدير الآثار المصرية بطرق غير مشروعة بهذه الدول الغربية، وده في إطار الحرص على الموروث الثقافي والحضاري لدول مختلفة اللي بتمثل في النهاية تراث إنساني يجب الحفاظ عليه. الحقيقة يعني بنشوف كمان، يعني بما أننا بنتكلم عن السياحة ومستمرين مع حضراتكم في المتابعات وأفاق سياحية أرحب للترويج لهذا القطاع الحيوي
جدا في مصر، وده بيتطلب ايضا يكون في منابر إعلامية تحقق الهدف ده. في إطار الأنشطة الثقافية الدورية اللي بنستعرضها مع حضراتكم، السفارة المصرية استضافت تحت رعاية السفير المصري في برلين دكتور بدر عبد العاطي عدد من الفعاليات الثقافية المهمة، تضمنت فرقة بيت العود وأيضا عرض راقص لفرقة أسوان للفنون الشعبية. حضر الفعاليات عدد كبير من المواطنين الألمان وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا، ونظمت السفارة المصرية في برلين على هامش فعاليات بورصة السياحة حفل موسيقي للفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا الشهيرة وفرقتها المكونة من 11 عازف وعازفة، وطبعا الفرقة قدمت مجموعة من المقطوعات للشعبية المصرية والتراث الشعبي المصري والموسيقى الحديثة. والسفير بدر عبد العاطي ألقى كلمة قبل بدء الحفل أكد فيها على أهمية الفن والثقافة كجسر للتواصل ما بين الشعبين المصري والألماني. هي من الأماكن اللي بتعتبر قبلة سياحية مهمة جدا للسياح اللي بيفدوا إليها من مختلف أنحاء العالم، هي منطقة خان الخليلي، وفيها الحقيقة تذكارات أثرية بتكون مهمة جدا، بيحرص كل سائح أنه هو ما يسيبش مصر إلا وهو معاه أحد هذه التذكارات. نتعرف بشكل أكبر على هذه المنطقة المميزة. نشوف فقرة تسجيلية عن خان الخليلي. هنا في هذا المكان وسط مختلف أنواع البضائع تنتشر في الفضاء روائح عطرية جميلة، حيث تكثر أيضاً تجارة العطور العربية والأسيوية والأوروبية، فمرحباً بكم في حي خان. حي خان الخليلي هو أحد أحياء القاهرة القديمة، وهو واحد من أعرق أسواق الشرق، يزيد عمره قليلاً على 600 عام، وما زال معماره الأصيل باقياً على حاله منذ عصر المماليك وحتى الآن. وقد سمي بهذا الاسم نسبة لمؤسسه، وهو أحد الأمراء المماليك، وكان يدعى جرقس الخليلي، وهو من مدينة الخليل الفلسطينية، وكان كبير التجار في عصر السلطان بركوك عام 1400 قبل الميلاد. حي خان الخليلي
هو واحد من 38 سوقاً كانت موزعة أيام المماليك على محاور القاهرة، ويقع هذا الخان وسط المدينة القديمة فوق مقابر الخلفاء الفاطميين سابقاً. وصف خان الخليلي: حي خان الخليلي كما وصفه المؤرخ العربي الشهير المقريزي هو عبارة عن مبنى مربع كبير يحيط بفناء ويشبه الوكالة، وتشمل الطبقة السفلى منه الحوانيت، وتضم الطبقات العليا المخازن والمساكن. يتميز خان